اليوم ذوق في الاحتجاجيه جات يعني في اطار الاضراب العام المفتوح لانونسات اللجنه الوطنيه يوم السبت الفارط. اللي مورا هذيك لانونس ديال الاضراب تمكنا من اننا نجلسوا في طاوله الحوار مع الوزارتين الوصيتين، وعطاونا واحد محضر اجتماع اللي طلبوا منا اننا نبريزونتيو للطلبه بكل شفافيه ونشوفوا الراي ديالهم فيه، وهو ما تم يوم امس يعني في واحد الجمع العام اللي كان في الكليه. الطلبه شافوا هذاك المحضر وهم ابانوا على الرفض عليه، لانه هذاك المحضر مازال ما بينش لنا الاهم النقاط الاساسيه اللي احنا اصلا خلاتنا اننا نقاطعوا، سواء الامتحانات سواء لي ستاج اوسبيتاليي سواء لي كور، الا وهما ضبابيه في السلك الثالث او لا حتى يعني تقليص عدد سنوات التكوين الطبي من 7 إلى 6 سنوات، وكل ما يجاوره سواء من يعني داك لانيبوليوس اللي غيتجمعوا فيها جوج دفعات تلقى وحده يعني مكان التدريب التدريب الاستشفائيه اللي غيكونوا عندهم، او لا حتى يعني كيفيه انه يخفضوا هذا العدد انهم يخرجوا هذا العدد ديال الطباء في سنه واحده، وهو ما يمس يعني سلبا بصحه المواطن، لانه طبيب الا ما كانتش لا فورماسيون ديالو يعني على حقه وطريقه فالمتضرر الاول وهو المواطن المغربي. معكم شيماء دنيا، طالبه طب السنه الرابعه ديالها في كليه الطب هنا بمراكش. احنا مجموعين هنايا اليوم في واحد الوقفه احتجاجيه كنطالبوا فيها بزاف ديال المطالب اللي جات جوابا على الوزارة اللي خرجت لنا واحد البيفي اللي ما كانش كيجاوبنا على المطالب ديالنا مورا هذاك الدوسي ريفونديكاتيف اللي حطينا. جينا اليوم كنطالبوا بانه ديك 6 سنين اللي وضعت علينا الوزاره في لا نوفيل ريفورم انها ما تكونش، حنايا كنا ما بينا ما علينا، حتى جات الوزاره ووضعت علينا هاد لا نوفيل ريفورم بلا حتى شي رقيب بلا حتى شي حاجه، جات وحطت علينا مباشره. حنايا هنا تصدمنا في الاول، كنا عندنا بزاف ديال الاسئله، جات داكشي في ضبابيه ما عارفينش الاجوبه ديال شحال من سؤال، وملي بدينا كنسولوا هاد الاسئله الوزاره تجاهلتنا ما جاوبتناش عليهم، ما عطاتناش اجابات اللي كنا كنقلبوا عليها. وفي الاخر اضطرينا اننا نخرجوا في بزاف ديال التظاهرات، من بينهم التظاهره الوطنيه اللي درنا في الرباط في هذا الشهر اللي حنا فيه، وملي ما كانش جواب عاوتاني من الوزاره صافي قررنا اننا ندخلوا في بويكوت. حنا اليوم نزلنا للساحه باش نعبروا على السخط ديالنا والقلق ديالنا على نوتخ فورماسيون بسبب هذه القرارات العشوائيه اللي كتطلق لينا الحكومه والوزارات. حنا اليوم كنطالبوا يعطيونا واحد تفسيرات ويعطيونا ضوابط بيداغوجيه وقانونيه على هاد القرارات اللي كينزلوا، مثلا قرار تقليص سنوات الدراسه من 7 سنوات إلى 6 سنوات، هاد القرار اللي نزل بلا نصوص بلا فكره اللي تكون نات من الاول حتى الاخر، كل شيء ضبابي كل شيء عشوائي. عندنا ثاني واحد القرار اخر ديال زياده عدد الوافدين بواحد الطريقه اللي عشوائيه ولا تتلائم مع اراضي التدريب الاستشفائيه ديالنا، ديجا اون غالير مع الاكتظاظات اللي كاينين عندنا دابا، وتزيدوا واحد الزياده اللي 20% 30%، هاد الزيادات هادو ما يمكنش يطبقوا على ارض الواقع، وان فا غاليري اونكور بلوس من بعد. فريمون بغينا الحكومه والوزاره يجاوبونا ويعطيونا نظره، يعطيونا اجوبه على المقترحات اللي على التساؤلات اللي كنعطوهم. وفو غاردي اون تيت كو ان ميدسان مال تريتي ايغال 1000 باسيون مال بلوتو ان ميدسان مال فورمي ايغال 1000 باسيون مال تريتي. ميرسي. اليوم حنا كطلبه نزلنا لساحه النضال باش نوصلوا صوتنا الراي العام والمواطن المغربي، ونعبروا على الغضب تاعنا تجاه هاد لا ريفورم اللي نزلت بواحد الطريقه عشوائيه، ما عرفناش كيفاش السلك الثالث غادي يدوز في هاد لي كونديسيون العشوائيه، يعني التكوين الطب اللي غادي تقلص من 7 سنوات ل6 سنوات. حنايا باقي لحد الان يعني كاينين ديجا دي زيتوديون اللي وصلوا لا 5 اني تاعهم، اي ما عرفوش لا 6 اني اللي بقى لها ان سول سيمستر طبق، ما عرفناش كيفاش غادي تدوز هاد لا 6 اني.
واش غندوزو فيها لي زيكزامان كلينيك، واش غتبقى لانترن ولا ما غاديش تبقى، غيكون واحد المشكل تاع دو بروموسيون اللي غيتلاقاو، غيكون واحد الاكتضاض ديجا كو سي اش او دابا ما قدناش لي زيتوديون كاملين وغيتلاقاو واحد دو بروموسيون، يعني غيكون ديجا واحد الاكتضاض. حنا اللي كيهمنا وقبل كل شيء هو صحه المريض المغربي وجوده التكوين تاعنا، اللي فريمون حنا كنشوفوا بلي غادا وكتنقص، غادا وكتنزل او فيغ ميزور دي زاني. وحنايا كنطلبوا تو سامبلومون رفع الضبابيه على هاد لي كونديسيون اللي جاوا بطريقه عشوائيه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.